عمران كان مشينا للبادية نركبوه شي عائلته في البادية، واي انسان عنده حب الخيل. وتما بان ليا بان حنا هما كانوا تيديروا واحد المهرجان، تيديروا واحد المهرجان، وتما بان ليا بانني خصني حتى انا ندير للدراري الخيل، وهذا هو السبب ديال باش درنا الخيل. قصة عشق بين اثنين مطروزة بحب الخيل ومنسوجة بغبار حوافرها. قول لي ربطت له الورد ديالو، ربطت له الورد وعايرته، قول لي عايرته سباتت لها الورد وردته ليا وعايرتني امها. وهي المرة الأولى، ما قبلتنيش في المرة الأولى، أو هي من حقها. كان واحد ودلوستي عنده واحد العود هنا عندنا في الفيرما، أول عود كان عند ودلوستي، قلت له مع والو بغيت نركب عليه، بحكم انا بنت الباديه، بنت لا واحد مراكش 47 ولا دخيل، يعني كنا تركبوا على الحمير وعلى سمين، وتجيني سهله ديك ركبه على العود. فعلا هنا واحد البلاصه بحال واحد داتولي او واحد قشره عسكر، خص كل شيء يتخاد جيد ولا راسهم ولادي لهنا ولا حتى خارج بلي ما تنقولوش حدا الخيل. وهذا المنبر راني تنشكرها وتنتمنى السموح الله يجزي عليها بخير. الله يخليكم لبعضياتكم وتنشكركم. شكرا سي موسى عوايا. صافي صافي الله يخليكم. شكرا لك على الزيارة. صح عليكم الصحة. فاش بدا تيركبوا با ديك الساعه انا كنت خايفه عليه، ديك الساعه باقي صغير بزاف، يلا عنده شي 3 سنين 3 سنين ونص هكا، بدا تيركبوا تيخرجوا الخيل وتيتدرب معاهم تيردوا ليه البال. ولكن دابا خاف عليه كي اي ام تخاف على ولدها ولا. ومن بعد بدا بشويه بشويه تتمكن. هو فاش ركب عمران اول مره كاي ام راه تتخافي على ولدك، واخا تعطيه الحصان وتتبقي خايفه عليه. حصان ما عطيناش واحد الحصان اللي هو واعر، عطاه با واحد الحصان اللي في الاول كان ساهل. من بعد دابا عمران عاد بدا تيركب على جدو يكون شويه قاص حتى يتمشى ليه في يديه. وكاي ما كاي ام كنخاف على ولدي لا كبار ولا صغار، كاع الاولاد اللي تيكونوا راكبين مع ولادي ولا مع راجلي راه تيكونوا تنكون انا بحال الام ديالهم. اي واحد طرات لي شي حاجه راه تنخاف عليه مادام هما معنا في الصبا ولا كي ولدي اكثر. سارة عليك عرفتي شكون اللي تبع عمو؟ شكون اللي تبع عمو عمران؟ سيرجي ولد النجاح. اه؟ لا 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 خطأ. هي قول شكون اللي تبع عمو؟ ما عرفتش. دحش. دحش هو اللي تبع عمو. ولكن هذه كانت هو قال لي سرية والدة جدي. ها جدي راه هو راه. سلطان امين سلطان وسلطانة ايمان كان جا عندنا ديك الساعه بعدا قبل ياسين تشويكه. شكرا تنشكر بدا من هذا منبر وهو يدور لي بجمعه قال لي راه الحاجه حامله وداك الشيء، ويقول لي صافي غتسمي سلطان وتسمي هبه. من بعد ولينا قلنا سلطان امين سلطان وسلطانة ايمان. انا السلام عليكم، انا سميتي احمد بركات، عمر ديالي 16 سنه، كنقرا في السيزيام. السيزيام علوم ولا ادب؟ ادب ادب ادب. تبارك الله عليك، الله يستر ان شاء الله تشوف شي استاذ. ولكن ما تنساش لينا التبوريد. لا ان شاء الله. قول لي يا سي احمد، انت بديتي الخيل، واش كانت تبزز عليك ما بزز عليك؟ لا لا لا، كان عندي الرغبه انا نركب على الخيل، وفاش داروا الخيل عندنا حنا في الدار صافي وليت نركب. صافي ركبتي ما كاينش مشكل. وكيفاش كانت العلاقه ديالك مع العود؟ الحمد لله كان عندنا الخيل سهله، تنجي دار الركب كان عند بعدا عند واحد دعمتي العود هو الاولاني باش يزيد بخريوس، كان عند واحد العود تركب ركبنا عليه بحال هكا. فاش شافوا العود جاب العود طيب كان ديسات تهبط واحد السيد وقال لنا حنا العود تمشي به ونجي تتعلم شويه الركوب. هي هذيك فاش مراجعه واحد الموسم مشيت تبرص ديك الساعات ما تكون عندك 9 سنين 9 سنين 9 سنين مشيت تبرط مع واحد السيد المهرجانات موراها فاش درنا السربه في 2015. درتوا سربه خاصه بينا؟ اه سربه خاصه بينا. تبارك الله عليك. انت كانت اول مشاركه ديالك في شي مهرجان؟
مقدم تاع لربا مي راجل تاع تحنوت تسولت تسالت مع العامل تاع تحنوت تسالت مع العامل تاع تحنوت يستاهل المهرجان اللي هو المهرجان تاع تحنوت تسجل العامل تاع تحنوت وتصورت انا واحد الصور باش تسالت انا وياه اصغر مقدم اصغر تحنوت اصغر سلام شاركنا سنه 2017 و 2016 و 2017 كسينا بالدور الثاني مع اسامه مهيريت و 2018 تزنا مع اول الشواطه و 2018 2018 ميداليه افريقيه و 2019 ميداليه الذهبيه تبارك الله عليك الله يسخرك الله يسخرك والله يسركم ان شاء الله كاملين كعائله قول لي ماذا بغيت نسوق الله يسركم غنعطيكم ان شاء الله واحد ان شاء الله كلمه اخيره لاباس شنو سميتك؟ عائشة بركات عائشة بركات انت بنت الحاجة و الاستاذ بوجمع بركات يعني انت غتكوني الرقابة ديالك اكيد تبارك الله واش تقرا عائشة؟ المستوى السادس المستوى السادس تبارك الله انت تعلمتي تركب على خير من كان عندي 10 سنين 10 سنين تبارك الله وصلنا عند الله يسخر ان شاء الله الامور و ركبتي مع الدراري ولا كاينين شي جمعيه ديال البنات هنايا عندك اه كنركب مع الدراري وعندي تجربه تاع البنات تجربه ديال البنات انت مقدمه عليهم اه تبارك الله الله يسخر ما شاركتيش شي دوره ولا شي الناس ركبت جوج ماسم تاع تملات وبلاكيد وشكون؟ وبلاكيد وكنتي انت ان شاء الله هي المقدمه ديال لا كان ايمن احمد ملك كان ملك انا لا المقدمه ديال البنات اه ديك الساعه فاش شاركتي في التظاهره انت اللي كنتي مقدمه لا باقي مازال البنات ما كيركبوش معايا في الماسن حيت ما بديتش كنركب حتى الكورونا تتقدمي بهم اه تبارك الله عليك والله يسخر لك ان شاء الله باش كنتي تقرا المستوى السادس تقرا شويه هاك ما غالب الحب ديال الخيل حب القرايه لا بحال ولكن القرية غالبا بزاف اوه ان شاء الله وقع مزيان ان شاء الله ماشي كبير بخير بزاف راه يلا ان شاء الله نشوفوا شي فريسه كبيره ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك وشكرا جزيلا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم تنشكركم على الزياره وتنشكر كاع الناس اللي تتعاونوا معنا من قريب او بعيد كاع تنشكروا الناس اللي تتعاون معنا السي حميد السي برزوق رشيد الحداد السي محمد اللي التوام الداوديات راه شرع عاود عمرنا به السربه تنشكروا كاع الاخوه اللي تيتعاونوا معنا وبالخصوص نشكروا الحاجه اللي صبره لنا وصبره لهاد الدراري الصغار على قله عقلهم لان كي تتعرفوا الدراري الصغار في الحضاره قنبله موقوته الدري الصغير في اي لحظه يدير لك مشكل ولكن الحمد لله الله راه حافظنا وتنشكروا كاع الناس اللي تيتعاونوا معنا من قريب وبعيد السلام عليكم ورحمه الله الحاجه سمحوا لينا كاين حتى مشكل مرحبا بكم شكرا
مرحبا بكم في وقت. كلمة أخيرة نقول لكم شكرا لكم انتما بزاف اللي جيتوا عندنا وشرفتونا بهذا القدوم ديالكم ومرحبا بكم وشكرا كاع الناس اللي كيتعاونوا مع عائلتي مع بركة. الله يسخركم انتم ما شاء الله في الوليدات.